تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مقادير البوفتيك النهاردة بمدرسة المغازي بسيطة وسهلة، ونقدر نعمله بطريقة صحية بقدر الإمكان، يكون فيه نسبة الدهون قليلة، نتلاشى مواضيع الزبدة والسمنة والزيت. معانا لحم مفروم قليل الدسامة شوية، معانا من معجون الطماطم نص معلقة، معانا بقدونس مفروم، بصل وتوم في المقادير، وبيض وبقسماط. بفتيك يعني بيض وبقسماط على طول، هو ده الكلام. ولكن ممنوع منعا باتا ان احنا نحط في الخلطه لا زبده ولا زيت ولا سمنه، ده مطلوب مننا. ليه يا عم الشيف؟ عشان وجود الزبده او السمنه في مكون اللحمه او في الماتيريال او جوه معطيات الاكله، ده يقدر يخلينا نفصل التوبنج بتاع البفتيك اللي هو البقسماط والبيض. اللحمه المفرومه على الثلاجه والمقادير على الثلاجه، تصوريها. هنبدأ ناخد اللحمة المفرومة دي كده في الكبة بتاعتنا، دي أول حاجة بالشكل ده كده. عايزينها سبايسي ممكن نخليها سبايسي، مفيش مشكلة. معانا من البقسماط ده، بتجيب العيش الفينو أو العيش الصامولي أو العيش بتاع السندوتشات اللي عندك، بتعملي إيه؟ بتنشفيه وبعدين تطحنيه في الكبة. هناخد كده معلقتين من دول حلوين كده، معلقة هرمية يعني معلقة شبه الهرم كده، دول كفاية. ليه حطيت بقسماط يا عم الشيف؟ ده مش هيخلي البفتيك بتاعنا يكش. ننزل باللحمة المفرومة، حلو قوي. البفتيك دايما بتكون اللحمة بتاعته ناعمة، ما تبقاش خشنة، حلو الكلام؟ عشان عملية السوى تتم بسرعة. دول ورقتين نعناع حلوين قابلوني في الطريق وانا ماشي، انا بحب الحاجات اللي بتطلع معايا كده ايه تلقائيه. ورقتين نعناع في سكتي، بناخد الورقتين ونسيب العرق كده مش عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط معلقه صلصه طماطم صغيره او معلقه كاتشب اختياري، يعني يا كاتشب يا صلصه طماطم. شويه بقدونس مفرومين، بيضه في المقادير. الله، احنا بنبني الهرم الغذائي هنا. بصل ناعم يفضل طالما نازل مع لحمه مفرومه ناعمه. ننزل بشويه ثوم حلوين كده، مش هنحط بهارات دلوقتي خالص، حلو الكلام. انا بحب البفتيك ده اولا لكبار السن، سريع المضغ سريع الهضم، بيبقى لطيف وجميل كده، الواحد ممكن ياكل 3-4 مفيش اي مشكله. هستاذن حضراتكم نشغل الكبه. بص عليه كده، اهم حاجه ان الخلطه بتاعتي تكون سميكه، خلي بالك. يعني احنا مش بنعمل كوبيبه هنا، لا خالص. شفتي؟ شفت اللحمه؟ بسم الله ما شاء الله. نجيب الخشن كده فوق تحت والناعم بالشكل ده كده، ندوره في الكبه، يوم يساعد على عمليه الخلط. نقلبها تاني كده، ندخلها ونشغله. خليني اعلم حضراتكم حاجه كده بسيطه برؤيه العين، يعني بما ان معانا الكاميرا والعدسه هنا. لما تحط لحمه تفرميها في الكبه او فراخ او سمك او جمبري ايا كان، انت حاطه المقادير كلها مع بعضيها في شكل كده، في رؤيه لما بتشوفي كلها اتكونت وبدات تلف على السكينه بتاعت الكبه زي الكوره، تعرف ان هي خلاص خدت الخليط كله، وتقدري انك ترفعيها وترحميها من ضربه الكبه اللي احنا هنشوفه دلوقتي. دي اللي انا عايز بس اوصلها لحضراتكم.
بس خلاص شفنا الصورة الحلوة. نيجي بقى نجيب حتة اللحمة الحلوة دي كده ونرحمها من الكبة ونشوف هنشتغلها ازاي مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم البفتيك من الأكلات اللي بتناسب كبار السن والأطفال كمان. بسم الله ما شاء الله. هي دي الكبة طالعة نظيفة زي الفل ما فيهاش أي حاجة. ونشيل الخلاط بتاعنا ده من السكة نحتفظ بيه هنا صديقي ده. دايما الاكسسوارات بتاعتك اذا كان خلاط كبه مضرب دول اصدقائك في المطبخ، محدش بيساعدك غيرهم. خلي بالك. هنعمل ايه يا عبد الشيف؟ هنبدا ان احنا مع بعض ناخد البفتيك بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. الورقه دي كويسه. ونحط الورقه دي كمان كده. حلوة. ونبدأ ان احنا نعمل البفتيك بتاعنا. البعض ممكن يعملوا شبه الكوستاليكا. شفت الخليطة ما حطناش توابل، انا اسف معلش، التوابل لازم احطها بعد الخفق مباشرة. حسيت ان حتة اللحمة زعلانة في ايدي. بابريكا، شوية كمون، بحسها. شفت بقى ازاي؟ شوية الزعتر الحلوين دول. لا نهائيا ممنوع منعا باتا، اكتبها على باب التلاجة كده، إضافة أي مادة دهنية للبفتيك. ملح وفلفل دول أساسي. إضافة بقى أي توابل تانية ده اختياري، البابريكا، الكركم، الحاجات دي كلها. نمسك حتة اللحمة كده. شفت إزاي؟ فلفل وملح دول أهم حاجة في الأول، الزعتر ده اختياري، البابريكا اختياري. وأمسك حتة اللحمة أقلبها كويس بالتوابل. الله. والله انا انصحك تعمليه في البيت البفتيك. البعض الجزارين بيبيعوه جاهز، بتلاقيه في السوبر ماركت جاهز. ليه؟ طب ما انا اجيب واعرف انا حاطه ايه والمقادير ايه والمكونات ايه. معك شيف شاطر اهوت، اي سؤال بتساليه احلام انت بس يا ست الكل. حته اللحمه جاهزه زي الفل، ناخدها كده. لازم اقلبها بيدي كده واحطها على ورقه الزبده دي كده وخليها تاخد الشكل ده كده، تاخد شبه الكوستاليتا الشكل ده. حلو قوي كده. تمام. نعمل كمان شويه مع بعض. تقدري على فكره تحضري الحاجات دي من بالليل وتجهزيها تبقى عندك، عشان دي بتاخد وقت شويه. شفت الشكل ده كده؟ ده لما يتحط في الود في البيض والبقسماط دلوقتي هيبقى شبه الكوستاليتا اللي هي الريش. نفس القصه. اعملها بقى صغيره كبيره، انت وكرمك واحنا نستاهل كرمك. نفس القصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه لازم والله. برافو عليك يا فاروق، الحمد لله على السلامه. كده بالشكل ده كده. تمام. ليه بتحدفها جامد يا شيف؟ عشان تاخد الشكل على الرخامه او على الكاوتر. واوعى تحطي اي ماده دهنيه، اكتفي بالدهون اللي في اللحمه من جوه. بس لازم التقليبه دي، لازم الفرمه دي تحت ايدي. بالشكل ده كده. بفتيك تعملي شويه من نص كيلو لحمه مفرومه، تعملي كميه بقى. الاولاد هياكلوا ويتعشوا. حماتك عندك، ماما عندك، ربنا يخليها لك ويخلي لك حماتك. والحما ام والام ام. شفتي؟ ليه بقى؟ ده ما لحمه من غير عض، مفرومه جاهزه. اي مشكله في مشاكل الهضم سريعه الهضم، اللي عنده مشكله في السنان سريع سهله المضغ، الحاجات دي كلها لازم نعرفها يعني. دول نخليهم على 2. حلو الكلام. طيب هل ده يتحط في التلاجة يا عم الشيف؟ المفروض يعني يتحط في التلاجة من 30 ل 20 دقيقه، اللحمه تتشمع وبعدين تخش على البيض والبقسماط.
هقول لك على تركية حلوة دلوقتي علشان البيض والبقسماط يمسك في البوفتيك بتاعك. تعملي ايه يا ست الكل؟ بتعفريها بالدقيق. حلو الشكل ده، حلو. عملنا كم واحدة؟ 2 4 6 8. بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك اهو. حلوة، نشيل دي من هنا ونجهز بتاعنا البيض والبقسماط بتاعنا. معانا البقسماط جاهز، معانا من البيض 2 بيضة. حلو، بناخد البيض ده يا عم الشيف بنخلط عليه شوية حليب، زفارة البيض، الفلفل الأسود طبعا هي اللي بتفصله. أنا هقول لك على تركية حلوة دلوقتي، تركية مش هتلاقيها غير عند الشيف المغازي وبس. ملح وفلفل، ده الفلفل الأسود، شوية الملح الحلوين، لازم فلفل أسود على البيض في حالة عمل البانيه. حلو الكلام، شوية الزعتر، تمام. ده كله على البيض والحليب. اه اسمعي كلامي بس، معانا من الدقيق معلقه. الله، ايه فايده معلقه الدقيق دي بقى؟ هو ده الكلام. اه اهي دي كفايه قوي. اهي بس، شكرا. حلو الكلام، معلقه الدقيق دي بقى العدل بتاع البانيه بتاعك. الخبره الطهويه بتقول كلامها هنا بقى. هتخلي التوبنج ده يمسك في حته اللحمه. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ هي السر هنا في الخلطه دي. بيضة أو 2 بيضة حسب الكمية، شوية حليب، حطيت معلقة دقيق، شوية زعتر، شوية ملح، شوية فلفل، وأخفقهم جيدا كده. حلو قوي يا عم الشيف، لغاية كده احنا زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كسرولة زي دي كده، اللهم صل على النبي، ونحط الخليط ده فيها كده. شفت بقى الجو ده كده؟ هو ده. وعندنا البقسماط بتاعنا الجميل، ونبدا نشتغل مع بعض. ليه حطيت ورقه الزبده؟ ما حدش سالني ليه، واستخسار؟ لا، شوف بقى عشان اشتغل كده. بص باخدها ازاي، هو ده. نحطها هنا كده. هو ده، ناخدها كده نحطها كده، هو ده. واحده واحده بس، خلصنا بدول، نشيلها كده بالراحه. ليه؟ انا بقولت لحضراتكم دي لازم تتحط في التلاجة تتشمع شوية، بس الشيف المغازي مش هيقف ويحطها في التلاجة. نفس القصة. شفت وهي على البيض كده بعملها بايديا كده، اهو نفس القصة. مش بحب اشتغل بني انا من صغري. ليه بقى؟ تحس انك شغال بايدك الاتنين وشغلانه، يعني البانيه مش بحب، مش بحب اشتغل فيه كتير، بس انا طبعا بحبكم فعايز اعمل لكم كل حاجه حضراتكم عايزينها. شفتوا ازاي؟ اهو شفت كمان واحده. معلقه الدقيق اللي انا حطيتها على البيض والحليب هي اللي بتديني التوبج اللي حضراتكم شايفينه ده كده. التغليفه دي. شفتي؟ نحطها هنا زي الفل، نشيل دي كده ونسحب ده كده ونشتغل مع بعض واحده واحده. شفتوا انا ما بحبش البانيه ازاي؟ كركبه في المطبخ. نبدا ان احنا نقلب دول مع بعض واحده واحده. عينيا. حاضر حاضر يا غالي. نجيب طبق زي ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا كده. دي مراحل العمل، ونبدا واحده واحده كده. نقلبها كده ونحط عليها كده. هو ده. واسويها كده وانا بشتغل فيها، تاخد الشكل الحلو ده كده. الله. طريقه التسويه بقى في طريقتين. الطريقه الاولى يتحمر في زيت وزبده. تاني، الطريقه الاولى نقدر نحمر في زيت وزبده. الطريقه الثانيه ممكن نشويه في الفرن برشة زيت صغيرة كده، ويخش على صينية ويستوي في الفرن زي ما هو كده. عملت أنا قبل كده الكوردون بلو مشوي في الفرن. شفت إزاي؟ تسيبوني بقى أعيش مع البوفتيك الشكل الجميل الحلو ده كده بتفاصيله، يعني تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير، والطعم جديد مع بوفتيك بطريقة سهلة لأول مرة تقدر كل مبتدئة في المطبخ تعمله
كل عروسة لسه جديدة تقدر تعمله تهادي بيها حماتها اللطيفة الجميلة، ربنا يخليها لك. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ولكن عايز أقول معلومة هنا غير معلومة، في حالة عمل بانيه أو عمل سمبوسة أو عمل أي بانيهات أنت بتعمليها أو فطاير، لازم لما تيجي تخزنيها وتحطها في التلاجة لازم تفصلي بينها وبين الطبقة التانية بورقة زبدة أو رابل اللي هو البلاستيك ده، مهمة جدا عشان عملية التجميد ما تتجمدش كلها مع بعضيها وتطلع لك من التلاجة كتلة واحدة تقعد تفك فيها وتتكسر معاك وتبقى طبعا مش لطيفة خالص زي ما أنا شغال كده. البقسماط اللي أنا استخدمته ده دلوقتي، التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا عندنا، البقسماط اللي أنا استخدمته ده المفروض بعد ما أخلص بشيل الكلاكيع الصغيرة منه وبحطه في زل، ده ما يتشالش بره التلاجة لأنه في بكتيريا نتيجة تناثر البيض اللحمة الحاجات الفضلات الصغيرة، ما تسيبوش في قلب المطبخ يوم والتاني هتلاقي في بعض طبعا مادة مش لطيفة عليه وريحته مش لطيفة. أعمل إيه يا مغازي علشان التبذير وعشان إن إحنا نكون اقتصاديين، ودي مهمة جدا، البقسماط يتشال منه الكلاكيع الصغيرة ويتحط في كيس نايلون بتاع حفظ المأكولات في التلاجة ويتحط في باب ديب الفريزر بتاعك أو في باب التلاجة كده يقعد معاك أسبوع اتنين مفيش أي مشكلة. الحاجات دي مهمة جدا لازم أقولها لحضراتكم. طيب نيجي لعملية التسوية تتم إزاي يا مغازي؟ معانا طاسة على النار هنحط فيها شوية زيت مع شوية زبدة، نأمن على الصينية كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الزيت ما نحطش كتير يعني، ليه بقى؟ مش زيت غزير، انا مش عايز زيت غزير، حلو الكلام ده مهم جدا. بنحط هنا ممكن زبده ممكن سمنه ممكن التلاته ممكن التلاته اهو، وكمان حلو قوي، وناخد البفتيك بتاعنا ده كده بالراحة. حلوة الدنيا دي كده ولا حطها مكانها؟ تمام الله بالراحة خالص، شيل دي كده بسم الله. عملت بفتيك، رضيتي ولادك، رضيتي حماتك، ونص كيلو لحمه مال الحله زي الفل، ونخليه كده على النار مع حضراتكم. حلو الكلام، بس خلاص خلصنا من البفتيك يا عم الشيف. عايز اقلب لك واحده بفتيك عينيه وانا معاك اهو يا غالي. نقلب البفتيك نشوف الدنيا عامله معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على الحبيب قلبك يطيب يا محترم. انت بتهزر؟ تاخد الشكل، خلي بالك ده انا هعمل تركايه دلوقتي خطيره، دي مش هتلاقيها غير على الشيف المغازي وبس. مكان تحمير البفتيك هنعمل صلصه المكرونه. الله عليك يا مغازي، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مكان تحمير البفتيك هنستغل الزبدة والجوس اللي نازل من اللحمة هنعمل بيه صلصة المكرونة. خلونا نحط المكرونة في الزيت أو في المية تستوي، مية ملح زيت ده المطبخ. طيب أخبار البفتيك عايز تبص عليه؟ بص عليه، شوف الحلاوة وشوف الجمال. شوف الحلاوة، حتة لحمة تتاكل ملبن، قشطة. شوف واحدة كمان. الله. بفتيك بقى اللي هيجي بقى ياكل يقول لك ايه بقى السنان والدنيا والحاجات. كلنا هيجي علينا وقت ناكل الحاجة الطرية. حماكي، حماتك، ماما، بابا، جوزك،
ما بيقعدش على الاكل كتير زي حالاتي. انا مش بحب اقعد على الاكل كتير، بخلص في 5 دقايق واقوم. زي الفل. تمام زي انا بس ماشي عشان اتعلقتني. حلو قوي. زي ما قلت لحضراتكم دايما الطبق بيبقى لوحه فنيه، صوره فنيه بتبين معطياتك للمطبخ، اهتمامك بالمطبخ، برهان كبير على اهتمامك بالسفره بتاعتك. انا عايز اغرف البفتيك، هطلع من جو الرز بقى والمكرونه تحت منه، عند البصل الاخضر الجميل الحلو ده، صديق العائله، صديقي انا كمان، مع طبق فول في طريقه التقديم. فرصه ناخد كل الورق بتاعه ده كده لغايه كده زي الفل، ونرص هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنة والبصل الأخضر هياخد من البهريز بتاع اللحمة مع حتتين كده، واحنا بناكل ييجوا تحت سناننا بالصدفة، هيخلوك تاكل البفتيك كله. حلو. بسم الله. شوف الحلاوة، بص الحلاوة، شوف البصمة اللي تحت دي كده. كمان. اللهم صل على النبي. مش هحط صوص عليه، هو زي ما هو كده مع المكرونه بالدمعه اللي انا عاملها دلوقتي مكان تحمير البفتيك. الف هنا وشفاء للي ياكل. اقلب لك دي. حاضر يا فندم، اجيبها لك عليا. حلو حلو زي الفل. هنخليه مكانه كده عشان نشوف الصوره الحلوه. ده البفتيك بتاعنا. راضي عني؟ تمام.